السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك دلوقتي أنا عندي 19 سنة، تمام، ورمضان اللي فات كنت بعمل عملية الزايدة، فتم أفطرت 15 يوم، تمام. دلوقتي حضرتك أفطرت 15 يوم، منهم 5 أيام اللي هما بتوع النساء اللي كنت بتوع كل شهر، ومنهم 10 لأن كنت في العملية وكان ممنوع عني، يعني الدكتور قال إن هو ما ينفعش أصوم الأيام دي، كنت باخد مضادات وحاجات وكده. فأنا دلوقتي صمت ال5 أيام، صمتهم في شعبان ال5 أيام اللي هما بتوع كل شهر، اللي هما كانوا في رمضان اللي فات. ال10 أيام بقى التانيين أنا حاسة مش هقدر أصومهم وكده، في وخلاص ذمتك داخل. ولو بعد رمضان، نعم؟ في ذمتك ولو بعد رمضان. ما ينفعش اطلع عليهم لا لا حاجة لا لا اطعم لا لا او حاجة؟ لا 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 مش هينفع اطعم كل يوم مسكين يعني؟ لا لا لا. طب ينفع يجي رمضان وصومهم بعديه ولا هيبقى حرام ينفع شهر يجوا تصومون رمضان؟ بعدين؟ ينفع. يعني كده اصومهم بعد رمضان، وفي رمضان يحتسب لي الايام اللي اصومها في رمضان، صح؟ صومي رمضان وبعد رمضان اقضي ما فاتك.